بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أشرك وكيب أقول كنت يا سيديات أكمد من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تحريم تصوير الحيوان وحبابي هاي حيوان كإن للصورة إني حرامتها إن الله وحيابها النول نفت كجرته في بساط جوجل لغو است لغو فريسنا يا أما لغو سحنا يا أو حجر أما دعه إن لغو صوره أو ثوب أما مرأ إن لغو صوره أو درهم أما العق وفضة أو دينار أما العق دينار ومرك الذهب لقسمه أو وسادة بركين ماذا حلال دجو لغو صوره وغير ذلك إنت وحنك أهين يو تحريم اتخاذ الصور صورة إن لا سماه استول يا شيني حرام تهي في حائد درب وحلو صورة أو وسقف هي صنقافها كرئة قرية كركيسة هي وستر ده ده هي وحلا مدة هي وعمامة عماد ما ده حلو ضب توه ثوب هي مرة لحدة ونحوها وحلا مدة هي والأمر فرض الله إسفري بإتلاف الصورة هذه أنت مت كم مدة أتصور كأركته إن صور كارل بابي ولا دلو وماشي الله قصر إن ليس أمري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وحوري إن الذين يصنعون كوى صمي هذه الصور كوى صمي صورة صورة أيها يعذبون يوم القيامة ما لك قيامة العذاب يقال لهم حلقوا أوران أنت عذابك أكس عضا أحيوا النولي ما خلقتم وحيات أبورتين إذن كنا تصورتان اسكو ضيدين لأنه تخليق معاني بضنب ويشا وحاكم معاني ديس التصوير والتقدير شيء إن لقرك شيء يكدمنا لنقش ذيه لصور متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عن حديث كان عائشة ونصوم ري ونصوم قالت هو إذن وحيتلي قدم رسول الله رسول كلاه باسوق علي من سفر سعود البكسوق علي صلى الله عليه وسلم وقد سترت أنا أستر الدهك كحري سهوة لي أرضاء أن وأن لها أما ميشن قنطوب الحركة وكلا أما سهوة وحاكلوا اللي إلى هذا إنه من نقان قري يرو قري وين لقد حسم يو هذا الرمال كنت يسرير وين سمية يبدأ يكو حران وكركة سررت وين إلا سيحدو يلغسط الحراء ومقطع بان عرط إيا قانان حجلنا وأن لي هذا. وقد سترت أرو أستري سهوة لي حين أرضاء لها وحن كحري وتر بقرام ده فيه وكيا لدها وحكيا لي تماثيل أي تصاور صورا كيا قرام كوا داها سهود نوا أرضاء أمشى ضعضة ضعضة واحد كوشة أرضاء الغوشة وضير ولا حس لبد قرب الغوشة وحينه الحركة ورنت ريب الغوشة رارتا دنبال غوشيغا قوليا وحي دمبا اهي سهودو وا طاقدا طاقدا دوليشه ودوليشه غريها كلي طاقدو دي دربيغا لغا قودو لكن ان لا دوليرين وحا لو يقنا مشكات با ليرا هدي مركا اي خيرانتا انتي لا دوليريو ان حق كل لو ريدنا نافيده ايو حق كل لو ريدنا نافيده ايو وحا ليرا سهوي وشيغي. المهم ويدن مروين وداها او صور له اي غوري قيب كميدو كخدن فلما راه رسول الله رسول كلا مركو داهي أركي تلون وجهي سبا اسبدلو من ذبوبه ونبي وعرضيوي وقال وحونا يا عائش عائشوي أشد الناس عذابا ضدك وقفك وعذاب كل الوحوي عند الله إلهي أكتي يوم القيامة مالك آخره الذين كوا يضاهون اسكو شبهة اسكو أكيسية اسكو درية بخلق الله إلهي أونكيس إلهي وحيوان كنوليي وأبوري نفدق لي سدا يبحالك أو دقي روح مركا أرتيستي وحصوري وروح اسكو درنا يو اسكو للا التما يو اسقرب دقي اللوين سبحانه وتعالى معنه ساس أم قني قال وحيتي هو يدين فقطعناه دائبا نقيني فجعلنا منه حانو قصم يسنون كيلا ني وسادتين وسادة بركين أو وسادتين هرقديسي مرديسي لو هرق وضبان كدقني بركبا ونقصم يسنون صوفيو وحكوك الرأي متفق عليه. القرام بكسر القاف في قاف كل وصله هو الستر وداها أما وحي وحكا الظهارة وحكا قرية والسهوتنا بفتح السين المهملة وهي الصفة والضعضة تكون بين يدي البيت
أما وأرداقة قرغ هرتي سأهانيس أهاني وقيل وحالي هي سهودو الطاق ودريشة يضاقة النافذ في الحائط دربك قلي بنكر أن أبحيني أما النافذ في الحائط النافذ عن الحائط برنانك أبحي وحد دريشة ضاقة وتقانا حديث مركين ضمين صورك كوضع هذا ليس بانفقي هذا خلاصين وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار نين والبوح صوره نارت قلية كل مصور أحد كتبوح وصوره في النار نارت قلية يجعل له حلو سمين يا بكل صورة صور كستوحى الله قدك صورها أو صوري نفسا بالله قد يعذبه إلهي وكعذابه في جهنم جهنم وكعذابه أما يعذبه نفتي بعذابه في جهنم وكعذابه قال ابن عباس وحولي فإن كنت فاعل لابد فاعلا إنك سؤال شويدية بحديثك أدل الشذي فإن كنت لابد فاعلا هذا أذن دين نصور فاصنع الشجرة قيدها سميه يوم لا روح فيه وحان نفك الجرين متفق عليه فإن كنت أداتا إلا بد فاعلا هذا دين أصور كاسي كش إن نصور له وحص صوره وقريها يوحى قيدها قيدها أي ابن عباس ويمد السؤال شويدي ويدي محان إيب بنان محان إيب بناني ساس أو كالقاضي فإن كنت لا بد فاعلا هذا دين إن أنا وحص صورته فصنع الشجرة قيدها يدرتي وحيابا قويها يبورها إيو وبياشي يدولك إيو وحيابا نفط أن الله نركز كعادي إيو فصنع الشجرة قيدها صور ويه يوم لا روح فيه وحان نفي كتشر متفق عليه وعنه عن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة ننكي صور صورة في الدنيا دونك وحكو صورة كل فوح الغم الشقياء والغم امتحانا يأمانك قيام أن ينفق إنو كأفو فيها صور كأساق الروح نفت إنو قري يوم القيامة مانك آخر وليس بنافق مثل أبو ركرنا ما من نفق أفو في كرنا ما نف مجرين كر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا ضدك مثل وعذاب كلل عند الله إله أكتيس يوم القيامة مالك آخر المصورون وضدك وحصورة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إلى يوحيلي ومن أظلم يا كقرد ربضان يا كظلم بضان ممن دولك ذهب إسكدي أمضى معي يخلق إنه أبوره يعني صوره يصوره كخلقي أي كتخليقي وتصويري سيان وحو أبوره أمان أدقه أحد كإسكدي إنه أدقه يا كظلم بضان فليخلقوا آخره يمكلتكو يهد بهذا يحترق ران فليخلقها أبورين ذرة أرعسو يوحير أو نول أو ليخلقها أبورين حبة حبة مسجاء بنادم كدسول بس كوتكو حبة مسجاء ما صمين كنا مر أبوري كرو أو ليخلقها أبورين شعيرة حبة هيد وقمد قربئة متفق عليه وعن أبي طلحة مر بأنت هذان لسمين قريب حال سكوت يا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقاتك أبوري إلا الصورة ومركا لتاب وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا تدخل الملائكة ملائكة مقشه بيتا قري فيه كلب أي ودحجه أي كتشره ولا صورة صورنا ودحيال قري أما أصور دحياله أما أي ودحفر لي ملائكة مسوقشه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وعد رسول الله وعد رسول الله رسول كلاه وحالب اللمي جبريل جبريل أن يأتيه إنه إيمات جبريل بان نبقى بلان وقاضي حل الليس لوغا إنه إيمان أيه وأصاب وقان أيه فراث عليه وكتب دعي واتيك سدي نبقى وادر رصدي جبريل حتى اشتد على رسول الله إله هو شان نبي محمد كو أتكاتي أو جبريل محمد انت صورنا كاقا صوداهاي أو وكو إيمان ويؤسيري فخرج نبي وقرقب وكبحي ودحفديي أو كسر جبريل أو قيما دحقنا أو كتيك سد فلقيه جبريل جبريل وبنان كجرو كلا كل سألوا النبي جرو أقرب حي بجبريل وبنان كلا كل فشكى إليه وأوشك توحير المحاد يقو إيمان ويدو إن تاسون يقد هذا إن بدن بان كسر جيه فقال وحور جبريل إن أنا ولا ندخل مقله بيت جوري فيه كلب أي ودحجوه ولا صورة أم صور ودحيا له
رواه البخاري. رأس أبطأ وضاهي ودب دحي وهو بسائل مثلث وحان الأخنية سأصدح دب عضله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعد رسول الله رسول كله وحلب اللمي جبريل عليه الصلاة والسلام في ساعة حل إلا إسلوقي أن يأتيه إنه نبي إيمده وصوبه فجاء تلك الساعة حل يمد ولا قاري ولم يأتيه نبي أوم إيمانين. قال هو إذن وحيتشري وكانت بيدي عصا نبي قعنت زوحا كوشرتي ألبا كوشرتي فطرحها من يده أشب نبي توري وهو يقول أصغر له ما يخلف الله وعده ولا رسوله وهو عدوي روح يقين تيزوين هلك تغنى تغرب وحكى ستور نعبه ومرك هذا ناس إذا سال الدنيا حو نبي يقول مرك أشب توري حوش أصنو كحو ماضي ما يخلف الله إلهي كما بحوه وعده بلن كو قاضي ابو يسر ربي مقوب يلو كما بحو ولا رسول اي ملائكتي الا ما يتو معصومين ملائكته ايو الهي با امر اي بلن كي قادين كما بحا كما بحا. ثم التفت وملع سنبي وهرره في ريي قري قريه سي وحبوصا ايش ولا راعي فاذا جروا كلب تحت سريره هو إذا وحيت الواب أي يرى نبقى سرتي زهوست إذا كتشر فإذا جرو كلب جرو هو أي غير أي غير بجرو اللي هذا اللي حيوان كستمك يريها الميز يرك مقعب له شاد مقشة حولها بعوك على القادان. فإذا جرو كلب أي يربى تحت سرير نبقى سرتي زهوست إذا كتشر حلو صوغن ورا له هينبا. فقال النبي حيوري متى دخل هذا الكلب أي كان قرو يقرمو صوغ لعائشه. فقلت محاري والله الله كل أرتي ما دريت به نبي الله ما بقاني بانه وربع ما هي كما وراه أين أنا كنا متشوقين حلو ماشي الدف سويرنا ما بقرني. فأمر به النبي وحو أمر إن الله ساره فأخر جوال الله ساره فجاءه جبريل جبريل بأوي من النبي مركيبة دق سويري. فقال رسول الله رسولك لا يوحيلي وعدتني وادي لب الله أنتنا ذيتي ما ده. فجلست لك وان كوفر استحلق ان بلنا يبان ماشي كوغو سوغان كوفر است ولم تاتني ما حق النماض اي منن ما حدو جير جبريلو. فقال وحور منعني الكلب اي قدرتي بانو ايمان واي ان يعني اماض وان كبلنا لكن شرط با الهي شرط اسك معروف جيرو يدان ملائكنا هي دقن كان وال معروف عرفا كالمشروط شرطا الشرط العرفي كالشرط اللفظي نفق هذا يدات عرف يدقن إيا على إسكا هدان كودقا نهول هاوش عرف كذا لو علني وحبان إسكو أوغين وحبان كوضا هذا اللي وحبان كالاكا ذني دقن كي على لو حمباري شيبان كوري ما قال كاسيني طوان كوم بان كوري طوان كوم بان كاسيني طوان كوم شيلين بان ترن يا نو طوان كوم دوربان كولي شدات شرادة كاد كيسن ما يمحاي إلي عرف كي بلد وحلو كالاكات وحاوي سداسوي gaadi baan ka iibsadaa jiray gasan gaadi dameer ku keere ka warramo tuulo gaadi dameer bas laga isticmaalo haday tahay gaadi dameer uu beec ku asaxay haddii magaalooyinka waaweyn ay yihiin gaadi qumman baa laga rabaa marka sidaas ay kala tahay marka nabi maxamed uu og yahay malaa'ik hawsheedu inay hawl gowraato wala socda wacadtani qala wuxuu leeyahay manacan ilkalb eyga ii diiday inaan guriga imaado alladii kaana fii beytiga gurigaada ku jiray maxay inaa annagu haddaanu malaa'ig nahay لا ندخل مقل بيتا فيه كلب ولا صوره. قري اي دحفر ديو اما صور دحيا لو مقل رواه مسلم. وعن ابي الهياج حيان بن حصين الاسدي قال وحلو وذات كاس قال لي علي بن ابي طالب وحيقولي لي ابو تراب ابو الحسن الا ابعثك ما قدره على ما بعثني عليه رسول الله رسولك يسود ايدرك لما قدره ارنك ايدر انا ما كوحل صارت ما يقول أبو مكفرتي ضائف يا حقاس يؤدري علي جرير يكوح كلهم يؤدري صحابة كلهم أيون حقاس يؤدري يمن بعد فتح مكة مدينة رك كسر لابتي نبو وكيك لا دري بعد حجة الوداع ركبوا كلا قيبي يؤدري مرك بعد حجة الوداع بيا هيد بعد فتح مكة يد بارس ويا قد يدنا يدا
ألا أبعثكم من كدر على ما بعثني عليه رسول الله وحو يقدر النبي محمد وكلا أنما أنك قدر أنك قتل سارته ما هو النبي كل دري وحو إلى دري ألا تدع صورة إلا طمستها أما أنا كل دري هاي بقى إن هذا نصور كتج الملك ويا لا تعلو إيه مد صور ما لقول دقي مد درب كقرا ألا تدع صورة صور إن هذا دين وذا كتج إلا طمستها إن ترتثم بويه وحي صور درجته بابي ترتر مد صور كماشي هلا جواي ولا قبرا قبرا أذن كتجين يا حبال مشرفا تاغان وكرسو يوعن الا سويت لك الله سميس اما قبرت الله سميس رواه مسلم احاديث عن بضان النصوم بالري وادر كيسين وعيد ادق باكيا لا صورك انواع كلا دوان ايا كتمد نينك وح صوره ان اخر لو عذاب يصورك لورن ايو نف سو غلي نفنا ما غلين كرو الى النف كغليان اسمو العذاب يا حديث ادكو ارغتين صومرتي إن أيتها إسكو ديرين يا إسكو عيتاني ألا وين الله إسقرب ديقا يانا وكم وقطع إلا ذا تعذيبك وعدته أركيسي وحاكو لو كجرة وطمرة الملائكة مقا شقور يصور نحيال أما أي ونحفر ديو وحا طمرة إنا وعدان مرة إنيس حديثك علي ونبقى حتى صحابه قونا يعيدا قونا أدرا أوشا إنا بابيا وحي صورة ترتراء بحايا لنك الله دري وأبو الحسن علي بن أبي طالب أبو تراب وي علي نبكم مركو ديريانا هول مهم ونبي محمد خصيصة أي أدري شري ولي أرن قوني أو إسك عادي أو ضدك عادي لا أدري علي أمو صندرين مركو ديريانا نبي ممتلي هول عروس الدولة ديت ونبي خصيصة أي علي لا أدري شري سي الزبا هول شو مركو يكع علوس تاي أو بكر الله ديري علي عمر الله ديرو وحكع علوس علي الله ديرو وكذوكتين هشيز كود حي كفار قريش النبي ومرك الله دمعين لتشبيه إلهي أمرين لتشبيه الله قبح لون الدجو يا الله دري علي بالله دري علي بالله أبو بكر مركو رهوب شلو دي بي كدي مو الله جا الله جل لحي إذا وحوى دقة عربية بتشرن يمكن مسؤول كا إيه مدحوينها أما بقر كا أما أوجاز كا قوان كيسة إيه وريك تديس دتك كلا خصيصة وحاق بنتير عند العرب حجالة ديس هذا دتك كلا أي سوق قد بيان وهذا وحس بدلان لقوم أيضا كرم الحوينة عند العرب عرف قاس إلى هاي لكن مر كينا ديركي ولالكي ويل وصق دلي أبيه أوهي فامل كو أي سوق قد بيان هوش أيضا ويكل عصليت هولها كلا مر كهوش هذا عالي الله درئي الدينية تقول علوسوي صوركم مر كوحاس ودبا وحويش عند أهل العلم وإسكو وافقين صوركو آفلا وحوكيني وغانا تمد آفلاسي شركي ووضيق أويه ووسيلة من وسائل الشرك قليه أهري إلهي غير كي عابدي ماشي إيذي يوحي ماشي في نظر كب الله دي صور رأي أهاي وذا دواه رم وطرقين تيوقيم أبنى وصور الله سمي كدي من الوناقود اللي قد ينشري وان لعابدو جرين أيا أنت هاوشا يا تاريخ هاي سيبا اللي أتي مولاي دمبو صوكا عيدا لين دمبو صوكا عضي ونكور قبين دقيدا ماشي محال الله صوري أبياش صوردا ماشي محي ودقين أنكور قبين بشيدا وحكوي لي أبياش صوردا ويعابد جري ويبري جري دي روب وايان وين كود الوايان علاد الله قالو روب كو يرادو عافمات كو وقلقيل قالو تقيدا بيبري جرين إلهي نؤوب التوسل الجري وذكرنا حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره إذا قد يدى سورك وحون نقضي سبب لقو آفوبو لقو فدنوبو كينا إن إلهي غير كي لعابدو مخلوقات لعابدو وحلمودو إلهي لقو شريكيو صادرتيت سور قرو دحيالو ملايكتو مصو قشمحاي إلي وسيلو إلهي غير كي إن لعابدو كينتو عرائي وقوام بيسن قلين شيء والبو أنا هو أما كينا إلهي إن لا عاصيه أما إن لو شريك يلو أما الرات كحم بالصواب كله ملاك توي كعرو توي نكفقاته أي جاي نوصل هري أي جم حا أسوي جرو جو شو ملاك أسوي قليل دور أسباب وضب الله شيء سبب كوباد حكم علا أما حكم الله شيء حكم ده كوباد أي جو قيوا كم ده بشيطان إبليس باب إسكوم تلام مرة بدن
نجاسي سافر بدن غرغو جوو غري فدرا غري فدريس كما ورقبت راشين غونا قسمه بلايد ميل ودق خيره يرو كور قسمه وحا ادو اسمي سو دم بو غرمريا حلو غرغا سوغ حلو افكل ميلها لا دعي حلو درر كوداديي لما يقال ويلا شادو دم با لغا يابا ان نجاسي نجاسي نكو ورقبن تضبط جيرين لا دو عار لو دري ربا أديك أبو عرب كمارن هيا، جروب فدرة ويجروب غالبة، نجاسي دي سمع لكن ترول كريم، عروتي أصي بس كم بالقن، إذا النجاسة عيني وقبا، أما حكمي على خلاف وتعبدية ديت مال كذا إنه هو يستني يظهر يد، شيطان أو يسكون مثلا، إبليس نجاسة ده بدنا وعليها، مد الله بعد ونحذين فردة. بعض السلف قال لي اي عوقون صدي وحو عوقون صدي عوقون صدي وينبح على الضيف ويروع السائل بول وسوق ابي مرتد وكو قايل يا ما كان الله اذا نكي انا وفي تيابو لا بلا سب ايدي اي هذا قرو هذا كوجه وروح صب قرو سوقلو اما وكلو سعودو وقوحي قوح بالله يا قايلو ان تكعل علي زنوي سادرت اسم الحدين اي يدو كوكو صورت نينك وطال الله الله يأساق الله مهل ود اي ورد فود اي ملابتو هلفو كوكو قاضي ويسادا كاتشب يدو عضي مع الله سبايا نينك وطال الله ايقا قابو وري ود وري عيقا ده آفضو بالكا كوم بوليس كسوما بنك الله سود دايل يا سلي حافظا وحقا قبط وقشن كي يقول يا سبوار كي توقت سوق قبط وذا دهيك بالله بايم سادة فرديه علماء يا مساكين تيجي قبل الله أي لا تدريوي أي مرة طورنا خاقو لسيد دايو مسؤولية دي زوحاوي وآف آفوي مركب أهل كاسي كو نجاسا ملايقا يا فضارة قروب فضارة وكادقا ملايق طوي نعبت هايو شيطان بائس كم متلا وكي اللي دي ايجا أسود كي امدو هل دلو فإنه شيطان واد صمرتين انت وحادير امدو كان حيا مرتدو لباه مسكين كما قال الله يبو في جيا وابه الميل فديو افدا سدن بوله اما صوركو وحلوم من عنصدو ايدي وا وسيله يراد خنو كان الى غيرك لو عابدو وسائل الشركنا شرعاد اني توجسو يور استاغتو ايا لو يقانا شرع الاسلاميه وان صومر واشد الشرائع في محاربه الشرك ووسائله وانا اسهل الشرع في المعاملات والممارسات حق قرآن كدين تمعاملات كي يهول هنا العبادات كي ديمها أو فضوي على الإطلاق لكن توحيد كي إلهي غير كي إلا عابدية شرك يهول يسو شرع عدم مال أدق بكي استاكته معناها سامر كميشة كتشرة لك الله سوقا بيو صور كوا وحيابا الله حرام يلين من باب سد ترائي كهرتق لو هرتق أيو إنو حمان كينو مال حنا وينجيو شرك يكفرها أي صور كله ديده الله حرمي إما محرم لذات عندها العلم ومحرم لغيره إذن وإنك صوم الرقاعد ما حرم سدا للذريعة أبيحة للمصلحة الراجحة صور كمرك أي مصلحة دينية كجرته أما ضن إسلام أي كجرته إلا قم أرمي واي وبناية إلا رغما في ثوب حديد كزيد ما رغم في صحيح مسلم واتقرانيس صور قليها مجرمين تا وارتين قليها مريان ومجرمين وقطع طرق ومطا ديبايبا اللوايا هيا صور بالغا قادي والسودة جنين كايا يقان اهل السور هذيو رب تدكا سوقا مري وحبرشا قطع اللو قيسة ودخا ارتدى دختر نبدا براتي عافمات كيو حبا هيا صور رين وحلوقو شرحو حبني بن ادن قردن وفافاسن لو شرحو ولبا حتى مركا قركوض اي سميان قالتان اي جراحة اي سمين ابريشن اي سميان waxaan laga marmaynin mar badan marka in dokumentigan hadda aad ku shaqeysataan adduunkii la neen walba koor baa loo sameeyay adduunkii ruux walba koor iyo sumad buu leeyahay nimaan koor iyo sumad weyn adduunka ma mari karo lama dhaqaaq karo lama xajiin karo wax la qabsan karo ma jiro wixii dokumenti ku saabsan kamaandhooyinkiina iyo baasaboorradiina iyo xajidkiina hawlaha waa loo gel yahay wixii tacliim duruus la duubayo kuwa la akhrinayo kuwa la qorayo waxaasoo dhan baa idna way banaanta wixii marka maslaxa sharci ay ku tacalluqdan mooye wixii kale in laga gaabsado ayaa waajib ah
بالك لسك ورسنا يا البنا ذا لسك جشنا يه قريها كب شقة أتقد قتين أفدا ساكت هذا مركي أوير تاي ملاك تبا قري هذه كعاجي ملاك ميري كف قتين يا كفت بالله زاي تيركو مركو دولي مركو ويا يرقيها محقوسة ميا أسرع ماشى كده بلدك كوب بيرقى أسرع ماشى كده ما شاد هاي وحق قيل لك يعرض يفضل الله ديابس سحر دي شيء سالي دي سمان لو فدي نقولك ملاك ماشى كبر حظ وحاد دقة شياطين قرا مبارك اثنين بنقوني مركا مصلحة شرع وحي كود حرام تاي موي وحنا شغلة كده قتيل يفضلي يكريد يدقيد يشيخ عالم منا إلى صورت لقوها هي قاعدة كويسان سكداي فخر ربان وهي ووحل دين لآنا موناك سنو وذا داو حيسكو دينا كلا قادان صورك حيدا ودور قيبود من مجسم وطالو وكلا وشنبور إيا شدلة سيدا كوان غاد قشتان إيشيغا يا بوم بلاها دركا غاد قشتان دولي قوي لقوتو مني قبر ناساها تاقيسا ويل فعلها تاجها هي وشار يقمش لوج قلنا يمد حجاب لوج حجاب بين بنات ساك الله قم بقيقة هاي صور واحدة وقيب مجسم هو جدلة ومجسدة إيوه قيب درب لوجده رسام كأرتيستا هو درب كو قرا كلا مت كان مجسم كما له ظل بيكو إلى ذا وما له ذي وحوص له وح يعني جدل أنصابتي إيه أصنامتي لقحيها لقى سمين تري جيدها لقى قري تري عاجن هذا بلاستيك واحد قسم إنسان يصور هذا قيب وهي قيب إنه واحد درب لقول دقوه رسام وفرته كقرة ويفرشحن أرتيست أو قرة قيب إنه واحد وحوى فوتوغرافي وصورة فوتوغرافية آلية مدن كاميرا لقو قاده مدن تلفونات قو قادان مدن كاميرا لقو قاده إلا صوت طابع يدو بلاقي وايد أما من هل من أما كلر على صوت صار ينوى قيب إيه وحاكسي الدرام بين مدن إلكترونيك تلفون لغو قادة هاي لابتو كده والله دابعي كراو نوعا هورا كاميرا بين لمتا وحان لا دابعي كرين متشرو وحا يسكود دا يمرك ودادوه انت كان دام بي كاميرين كو لغو قادة فيديو كو لغو دوبة اما تلفون لغو قادة لغا ريبو لبادة هورا مدك دربي كو لغو ديگه رسام كو ارتستو قرأي مدى چنبودة لغا ريبو قرادة لي وعيسكم مد وحل الريبة يا مجران واسكا فلسفان معنا بدن الله هذه قرميشة مريسي أقونت بن آدم كي هر مركيسو حق فنك رسمي إيه وصور كأم بيكو حرني تي هرنا أمي كواجر تاو قولي بريا إيشيا جايناها يا فلبين كي وحاسي هندي دا أمي كنتاقحي بكت وواداني الوحيد يجيدي يا بحر صاف بلا يلقصم انتي لقوضو لقور وي وضان كي دربيدنا والله ودا لغو دغاهي ارتيستو يا رسام كو وسميني وحا و خو دن قبسداي مين ميل ولا بغش او ميدن فوتودا ا اذا دد كو سوورتان ما تليفونها وا اسكو حكم و خو دخيا ما جيرو ميد لو وا صور هذا ترى حديثك و خا لو علينيا واقعي سنه و خا لازم نصوص تو دن بين لو عليو واقع رميقة هاي مكية مدينة هاي لغو كلا بحي وشرعة أتكاد لكتان شرعة لنشان قادي كرين عصرها إي الزمن كي يسبدل كأحواش الدنيا إي إسرق إي تقلبات كذا تانوى إلحاد كي زندقادي أي رام مصر ومدى كو أفين كدبنا ومدى يكون رقين صورة أقوق الحسن أقوق قيمة بدان ما أنت اللي قوش عوام بدن فوتوغرافيك القادم أدوك الرقتي واحد جيت قرطية واحد درب هذا أنتو إنقاصي خط قوش تميلها وحمر مريم وما بجرام أفدا بمعا واحد يقول سير رفادي وبدن مجرام ضد يربي يكون هذا وسكرات بركة أن كلية كل جد واس كحومة تافر صفات إسكت ديزان وحين مصلحة شرع إنسان كل حدنا ينكف هذا مدك على شيء هو حرام يما يوا حلال مر بهذا اللي سوق قبض دين كذي إيمان كذي ورع نعمة كذي حلال ميرت كذي حكينية إنها إسكرا فغاتو بنان كمبرت إنتا من بنك قتل إنها حديث باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لسيد أو ماشية أو زرع وحبابي هاي وحبان كبود قيب تنضمبي حديثك إنتا أنا كتقين قيب تنضمبي قيب تنضمبي إنتا أنا كتقين حديثك قبرك
قبرك وحلو الدنيا هاي وإذا داس كخلاف وأنا الشافعي وحن قبنا قبرك ومرك الحبال روح الله حباله ما إن سال ليدي لورد يقول الله ير كلا بحشا مسوين لا تورد ولا سال لوقة من سيد كرور كي يسنت اللو الكودو شافعي يا جماعة وحيد درسنا حديث كان إلا سويته بي وحيد درسنا وحيد لنا سوى سال لوصو وحيي أيار روح الله سمية on quburta kala laga dheereeyneen wada xadama sawayto wax keenaysa sa loo dhumo in sa loo kala baxsho oo sa loo gudbo muran badan ba ka taagan taswiidana waxa loo jeeda qabrgo in la garto calaamad uu noqdo caradiisu ay muuqato waa mina sunna si aan loogu joogsan loogu fariisan loogu istaagin ee waxa weey qabri walba oo calaamad leh ka duwan qabriyada kale waa la la simaya haduu kas taagan yahay kasoo baxsan yahay dheer yahayna waa la la simaya هذو أصوغ سجوان لوح هذو قبر قبر والهبل والشيخ قبل قبر يسي وحاقو قرآن مقام بالله سمي تردين على بالله وحري دور بالله تاعي ضد كار الله سمية إسقاط قات كي يهبل باكان يروي الفم اللي نكنا وحدير ويسورد ما تي نقول بالله على بالله وصوت وضوب هالكاس اللي زوجلي قبرت وين السن هذا إلا سويته قبرت ذاك السري كلا علامات بيل هايين قبر وقاس قبري وأكد ونانشري أذكر يكوتك لانقاتتك وح صراحة يقوليها كده سوا ديابس وحاسو دوا الدين دروي قبر كده رودو كارلا سمية كي وحكو قرني واتكباب بين إنسان كي لد لد سوا تبين إنسان شمي تدرو كارلا سمية إنسان متللك عرضا دوا كده إنسان ومن الدين خير آخرات نبضة وعرب بس لو حب علي بات كدغيس دغخ نينكي سو قاطو دغخ ميل تو علامات كدغت اما قوري علامات كدغت اما علل كخديسو او غرت قبي غويدي او داي لكن وخي دسما اما نوردينا اما شميتينا اما متلل يا بلاط اما كرو قايده وينت وينت كفاغتان بلدوني وهوش النبي محمد ودري سيدنا علي بن ابي طالب ومن السنه وواجب دين ما شيء السنه ادس كي الهالي ما قال لهم قولوا كره قبرك النبي في مدينه سجد اري هذا الرئيس سعود اولا قلنا ابو محمد اوش ورا توشا كذا كتب العقائد دي بقول ما قال لهم قولوا كره قبرك ما بنانو نص قولنا اكو يمت سنن قد كمرت وان يكتب عليه نبي امد و خو كره قبرك ان لا نورديو لا شميتيو وان يكتب عليه ان لا دسو انت بوادي رواية وأن يكتب عليه سيد الراجح ورواية صحيحة لما أقوله أستان كلام كو أقوله ما قل عبو حكيان واجد مبومبون هبل ما شو حقوقا هبل 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 المرحومة أو المرحوم أو أنت تاريخ هبل أو ده شيء تاريخ هبل تقعدوا هندي وحق قرط فيري هو تلا ما شو كفورا كتابة لما أقوله حديث كي أورنا ينام محمد ولي عثمان بن عمك وحبالي ولك يبان كو قرنا ينتو النبي ودقح سوق هذا وصاري جيسك وكرد جاي بيودد احنا ما دام اللي دونا يوم حلقو قرطو قرالك قرالك الناس قونا كوي من الله وكال ممنوع لا نحوظ يقو تنصو على الكحر دقح دقح كدونا مدو سوق هذا ومضح كرد أستانك هلا يقو قرطة قبر ولك أما أبها أما هو يدا أما أبوغا صد أصوب وقتو سيخاسة أما ددك أهل كأسوق الأكتيس أو قصو حباشة لأن أهل والسود وياي ويكون بنانتا لكن كتابة جوجية قرآن جوجية ما عد بقى إلى هذا شحقاس باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لسيد أو ماشية أو زرع وحباب هاي ريبدا لسكر أي إن لا سميستو إن هي حارانتا إلا لسيد لغو أرسنا يا بموين أو ماشية حورا إن لغو إلى شان وراعا يا بموين أو زرع بير يضلك إن وكو إلى يا بموين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا اي كيد صدى الاقتناء شيء وشيء مهم كي لدنيو اي لكيد يا اقتناء قال هذا هذا نوح على قوة اتخاذ من اقتنى كلبا نك اي سمايستي يا شا الا كلب سيد اي اغاريد مويه اي اغارسي مويه او ماشية اي حول الراعي مويه فانه ينقص من اجري نك اصيغ اجري سوحا كبقو ايه كل يوم مالين والبا
قيراطاني لوقي بطبخ قويس قيراتكو وشيء آلد وحلقو قدرام وحلقو بيغام وحلقو ميزام الله مقرانيه وعدد مقدر عند الله إنه مقرانيه بمعنى ما نول بأجر كئاض شقيستي لوقي بطبخ قويس قيراتكو وحوي كي رما قراري دلورن جري على تبيغا نقانمه وقدر معلوم إلهي أو يقانا الراجحة وبحميس متفق عليه. وفي رواية فإنه ينقص اسكدم من أجر عمل كيسي عمل أجره أجر عملي عمل كيسي أجر كيسي وحا اسكدم قيراط كل يوم قيراطان يا قيراط ودوح إليه محكم حلوك لبدل لبا لبا قيبوت باق أجر كذا كدو ميسي ما هل قيبار دو ميسي لك ليريد محل قوضة ودوح إليه أي قال لك فيرنا أي دب كيس أيها كاردي بلان أي دب بلان ومصيبة ومضة كان حين هاي وهو هلا أو كاردي فشلة نينك يشا لا بقي رب بك قايس نينك أي إسك مسكين وسميستنا هل قيرات بك قاي قل حدا ما يهدي مقالتها لا بقي رب بك قوي تولى هديتنا هل قيرات بك قاي قل حدا ما يعمل كذا سوء يرياي عمل كبلان نينك إسكاله قيبه رفلا سيني نحن حيوه حين وتينا الله يفبع لك قالها وإسكي اجتاد ولا دوي واشك الراوي إنه نبقى قراطان يليه إنه قراط يليه براوي كشكية رواية دنبا مالك حوجين دون تينا قراطها قدن بيسئ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا اقتنى يأمسك نحن حجستيها يستكلبا أي فإنه ينقص حايس كدما من عمله عمل كيسي من عمله من أجر عمله عمل كيسي ماذا خير كأجر كيسي ثواب كيسي كل يوم ما نول بوحا كنغصاما يا قيرات وحوين الله قرن إلا كلب حرث أو ماشية أي بيريت أما حول الراعي مويت حرث هو زرع هذا صومري سينو كلوي ترجمة صومرتين متفق عليه. وفي رواية لمسلم وحديث أبي هريرة من اقتنى كلبا إنك أي ياشه ليس أنا هين بكلب بكلب سيد أي أغارد أما لغو أرسل أنا هين ولا ماشية أي حول لغو رعض لغو إلى شن ويجد يدوع على لغو إلى لي أنا هين ولا أرض مد بير إلى لي أنا هين فإنه ينقص من أجره أجر كسي وحاس كدمية قيراطين لبقى يبوت كل يوم ما ننكست. إذن هل كان مكو حاكم موقتة إن لقى فهم كرو أي اللي ملائكته مسوق شجوري يمري ميلو أي فرديو وأي أن لغو أقلين محرم كأها أما أي أذكو أقرسة دوية هاي أما بيرتكو إلالية أما حولها كور رعاوية هاي ملايك تماشى كهذي ميسي اللي معذور باتها شرعي أكو فصحي ويدنا وحيلي أي عردك لغو فصحي إلى شديسو يا ملايك تلوك على بابوي أي سما كلب ماشية هن نغضو أما كلب زرع هن نغضو أما كلب سيدنا هل نقضي أجر كذا وعايا لبكي سنة لبكي ولي واسي دقون ملايقنا ماشا وكا هاديس لكن أذيك أن دن بلغو قرين أجرنا على غانو صامنين عدور دار كان يعلادنا أدو إيقا أدو وحيساتو أدو شرع أقلي هاي أجر كذا وانو صامنين موييني ملايقو إمن ما يسيد هادي والله بك لما سألو وهذا حديث كان اقتناقه يا صدح حال صور يا بي يكيم ملائك مقش قوري أي دحفر يا بي اسكو فصيرها يا اسكو خصيصها يا باب كراهة تعليق الجرس أي قان هذا صدح يلا شيء وحالا ماذا أيه كلين صوم الرحالة إنه تلمانيها الكلاب البوليسية أي إذا أمني قاي أو نبقي كشقية دانها خاص كأقبت أنت هوش أنا أقول هول كم مهم سندتك بين آدم كأقبت يقونا ويبنان تمركا إلا سميست أو مركا هذا شيء بنان. باب كراهة تعليق الجرس كورتي إن لقال الله تسيني كراهات هاي الجرس كور بعد اللوتشي ذا هي جنبال الواحد يجرتين في البعير نفك جيلها هي وغيري حوله اللوضة قليها دي الكورة وحده دميرنا هو كورة وحده أري كورة قوانا واللي شيء هاي ومن الدواب حيوان ككلا وكراهي جيني هذا في الفلبين نحالك يعني ديق ديق وين كور لوحد هاي جنبال الوت شنبيري بات لوحد هاي يو غيره من الدو حيوان انت سكلاه يو كراهية استصحاب الكلب اي ان لوط ان لكهده يو الجرس جنبلال يكور في السفر السعودات هذه السعودات سفر ليهينا
أي إنه كراعينا الله شعلي أما جنبلة ليكور إنه كله صعود حيوان كان نولها أنا إلا وحده كورها أنا الله شعلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة ملائكة مرة عضو رفقة صعود كلونيو جماعة فيها أو كتير كلب أي أو جرس أما كور تض مسافرين وصعود هذه أي لا أركو أين أو الله صعود أما حوله هذه مثل كم إذا أبدان يا ألين قبيه كور هل عرب لا أما الله عرب لا أما جنبلة الجعادي جهاي كورت بيرت لقى السمين يو كله أصنع حاب ملاك مرة عيس ملاك ماشي لقى وينه وحاول يهدي ورفقه شيطان رفقه داس في سنتة ملائكة ميلهم كعاجا كتة جيسنا وملائكة الرحمة سيارينتي ملاك كبوقنا يي كو حفظها هاي كو إيمانا يي خير كسور رعاي كاور قبي كو أوي أما كو كتبة القرى يي عمل كذا سي حسن بقرى مرنا كفارق ما يجوا رقيبي عديد وقرص سعونا يان ملائكة الرحمة سعونا يسي سياحينتا أما سيارة أما خير كو إيمانا يي إردو كتشو كو كو كاتة يي وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الجرس كورتو أما جنبليلكو مزامير الشيطان وشيطان كترم بديسي قرديس مزاميرتو حبا ميزيقا لغوقر قلبك ميزيقا لغوقر عوه جمع مزمور إذن هوشا سهل قفق أدوه على سكي إلالي أمنا عائشة يا مالي مالما كان بيدا قبرت يربا أتميد ودوها قدا كقبتا ماشا دنبلوها قال كي خلخالك أما جلجل كلورنج ريقبت شلم 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 كوهي هو يبنتي وفرداي وشان ليزاي وبلاد حم في عنو حدا قعمة وحدا دجا وحق لي سوم هذا حبقر أقص وحدا مركاسي اللي بدأ الدين ضاعتنا كجد جسي بار شلم ليني وشنقر هيو تلو 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 ذكو هاي عايشة أتمت برجع حين قبرنا وحي قبته يا كوحده هو يدي أخرج عني مفرقة الملائكة يكتب يقبل حية مدن الملائكة ماشى في جسي أيدي ملاك واس عيدين مدن يدافي برضه من هيسو الله وحقا برضه من كتب بكتير سيدنا عمر الخطاب سنة أبو داود قد كمرتين بسرد فيه كلام زبير المعوام قبروا دلعي وأيضا دوا الواح قوقب تخلخال أما بحال شلام شلام ليني يا عمر لو سو قلي أوتمت وإسلام كلاي وضوء أدونتي زبير أهي مركز قبرنا يا دلعي يرتي وحان قصوح ده قلو قلو ده وعيد وعيد تري وزبير قبديس وقوقب تبكجوي لو ذكر ربه كلا توري حقه كتوري مركز إن مع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا إن مع كل جرس شيطانا كور والبئي جنبال والبئي شلو شلو ذا سورة شيطان بالله صعد لا بس شيطان بقول لوجه كذا جنا إذا في سلف كساس ولا دجال لم يشرين جماعة من السلف وحيليهن كور ضن ما هي كور توي يدك السلسلة يسوي واحد لقاه الله baasha meel fog laga soo maray dow 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 ku haysay boodaanka oo kala ama alanka darmiga codka dheer ee musiibada ah ka way midka ee laga qoray muxuu aha geedaha codka dheer sida labiga ma ka qoray jirtee yucubki labiga xankoobki iyo waxa noocaas midan laakin taqaqadta iska iyo neefku mumkin meelaha ku jirin lagu garan hayo ruux uu ka sasalayn dadkan aan ka sasinaynin dib ma lahaydaadi السلاح بيسمي استنباط معنى راديين لكن كور لما كلا قادين اسكول هذا جنب عليه وين أي على يو كو ضرب وشيطان هو يكو أيو كان يسلا كو يلا وركض بتشوش أيو سك إلى اللي وحى سك كف هذا محل له دي الدنيا تلو تلو ضن إيه جنب عليه لضن إيه كور طن وحيلين علماء أصل كذي ورقن يهودي النصارى صور محوي هذا مركور ووضد الحميد أهرسي لغو اللحظة إلهي غير كل عابدي إن شرعه شيء إيراد قاده ويوقف ترسانه ويتقانه وأنك صومر رأي النبي قوله يلي ماشد كوارتان قررته أما رمس هل دلو وزغدي نبي الله محيئ يدي نبي الله إبراهيم كتبك لغو طوري حيوانك وردان حمارته وحكا بچان وحو البوض دولة دابة والبوض دون كنو ولو حسكو ديان إن نبي قوله يلي يضبك أي كب اختيان إلا الوزغة إيه وحقه هي لسي قال هذا النمرود ضبك يأفوه في زي بعيض نبي حن ماشي لو أركب هاللي قد له تن تيو النبي قال فوتي ما إبراهيم وحيا شيء لكن وفرعي هل قاسي كسو جيدا
دينت حمانتا يماشي كتمت تي قوران ستوين يحكم كحر دينتين ويتقال وأصل لا يقال بال كان مركم جنبليل كان يوحن كوره لقراعة هي وحاصرن يجري ذن ووح لجسوا قال أصل يهودي النصارى أم من كان نوارة كان سود قو كو يثوب كون ما بعرف شو كون قوي بس كده يجي سواح لي ورمي قال بنو ملاني ولي مجرى إذوب يمشي على كتك كان سكوت على دقها كحوني ما كجراعة هي لبا تن كيلو متر طبعا كتوت كم غيز قودود هذا مشي بنانتهم بورا لهي برك وحى سالكاس جوجيوي قاب كلود حوله النئي دنيه النكو قبستان بجو جودن يجرس كان سك سك دايو يا قالوا برد ما دام قال بس دايسان ما قربته قالوا لي منو ليه هذا يمشي مضيعته عند أهل العلم مضيعة آيتي أما مصبعة ضواك بدن حرونا إني لما لقى بقاي ضررهم بالله في صحية ضررهم بالله في صحية لكن واحد إن شاء الله قد كتول واحد رجوا ذه لقى بض بديه باهدهم هالقوة كيست كورها جيلوا بقول كي بس ديتن حرقة عيدي كبير إيو إن يرو باهدها هديون هتقى قرد أي هل صعد بدن لبا كورلو كلا حرو جيلوا عادوا لكن باشون لسك لبحين هاي لو حرقون هي لك الدودو هي عودك لك الدودو مد جو 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 ترى هذه مد ضو أغلي هؤلاء سوا حرقك لا أي حريف نمك لا كترت يا تلفونك ذكر كحرة محاجر آدم كحرة مش قد دلوا آدم في عينه مع دبوا كله شيطان هكيا عاية مد كان مصول بس تلفون الله لقلا أدوك أقف كذا. باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة. وحبابي هاي كراهة ركوب الجلالة. جلالة والنافكة صحراء آدمها عنا. سيدا ضميره كالي. قيل آفوذوك كالي. لؤذ آفوذوك كالي. أرقى قيبك من الدقاق توكالي. كراهة ركوب الجلالة جلالدا ان لا غادسو لا كورو غيل لا غريتن لا نعبي هي وهي جلالدن والبعير نفك كيله كريتيكا او ان قطم هشوي التي تاكل عنت العذره الصحراء بن ادم كعنته فين اكل الضيع عنت نفك كيله ها مخولها اي صحراء عني علفا علفا اي عنت الدوق يو عوس يو طاهرا نظيفا وفطاب لحمه لبكيد وناكسنادو وسمادو زالت الكراهه كراهة مشوا وكب حيسا جلالته مركا ولبا قيبودو ان ونفكو غالبا وحا عنبا مرمر هدو قادو خولو لفتنا وا قادان صحراد ان غغتي قلقل نقطتين مر باي قادان تا معنا حكمكم خدنو النادر لا حكم له وحا لغا هلايو وا ان نفكو وصحراد اي وحاس ديغد بن ادم كا يسالدو زاليس وشقه كدغتو غالبا وحنو مثل مركه وجلاله عد كيسي عانه زي هلب كيسوبا ما فيعنو وين لقى فقاده وابحنو واصن جن كيسي جر كيسي بقصو بحاية مركه لقى ثود ديديا نفكي سنشيد يحروه لهاي يحروف تد مثل كبد لنا بقصو صوريس وخربانية كمركة انت اللي قبطوا العلفيه وشربحه مركو شربحه كذب العلف العنامة اللي جور عدم اللي جاي تدم وين مركو سيدا وقف سنين الله ما أقول وأنا جزء عمر من عمره كلا دقيقت طريان بلام بك قبوا إلى أن تو قبطوا وحرو كذبنا مع الماء ومسقف في عني بيف في عني وقولي جو موسى جور عنشر أسبوع ما سدح بريفر بريب ودقيقت أن تو قبط مالك عنشر وعلفنشر مسقف ودك بيسي ها أردو سحردو كي يجي مكه كي يجيبو قور عنشري دي هو تقاناني سؤال ما بابي كي يديها بعيدا وحن وي وضع انتهي لكن افتر الشدا يسكو دانتا تيجي بعيدا وحن وي وضع تابتا سحر وي وضع انتهي بعيدا لكن وحن يسكو دانتا افتر الشدا من نافك يتران من تين تي عنتي يسكو دقاق وعن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة بمضى كرابي في الإبل قيل أن يركب عليها
عن الجلالة في الإبل، عن الجلالة من الإبل بالوجه ذا جلالة نفك الصحراء عن الجيلة أن يركب عليه إلا قادة السوق قونكم معها قونكم معها دم يرود هرام بحرام بيها يقول صداء أيابا يلقى سنجري يحوليه كليه حد كودي عانوه دي دبر كودو الله استعمال اي هدي افوبان او بطان اني وها عنان ولسك الى الني رواه داود بسند صحيح حديث كاني بعض اهل العلم وحي ودري شي مساله مهمه هو دحير عاد ودا دوق النقاش الشريف مسقله ان ايو الصرف الصحي وحا لا يراد بيها ناد استعمال شان سوجيهن قادان ميل با لو اوروريا كدبنا دبا لور شديا وانتي مشينه لجليا لفلتراريا سحرديا كادي وسخدي ميل با لوو شبا بيي هدانا وا لوو علنيا بي وانا اكسن لعبو معان با لغا سو سارا دارل دم با كنول لفتركيو انه ان ويسديني كاديني يا سحرديني سدحبودي وخا او دن معلديف كني حاكدين دبلدي كسوليو من رأى وترهان الذي كي يبي الله جيابة وما أصيح هذا العبتر يكوب بدن تأدونك مال أن كان يكجر تام مال يسن كجر أدونك هذا مجرى بيه بايا راضي بيها مركب مسؤول هذا كفر رئيسان صح جكوين كفر رئيسان شاور رئيس كغقة بينها مسؤول شقيلة حقا أم بلقا ورون دي بالله في ترى ولين كسر عليا ساسا لقنا قيّة وركم ما هي سنة مئة ولادو مركا مجامع الفقه عالم الإسلام وكي كان نقاشين وحي أبطن إلي جلهدان وي بنان تهي وانا حلال بيها وانا طاهر وانا نظيف محايا يلي ما دد سنطة إدنا والغا ساري وسخدنا والغا ساري أرك وائس بدلي لدنك وائس بدلي مذبك وائس بدلي وبيا نظيف بيه عرك كيمد بين لمديه مشينا الله ساري والله باري دخاتير في يدور كي قنا الله دري وحلبوا أوكي بيدادن هل عب هل هو يجستو هذا هل كاسين مارين بالدليل بيدهن هدي آد ماشى أنت تفرد سطات كو حاجة جدته حبت مسكو جوز كذا كبت بعدين أي ماشى كو جرتي وروب كل دعاء حبت المسكو دين دلع عضو أي قلي كدلاته قال لي إذا صبول بحسه قال لي إذا سعد من نجاس فمن سوى طاهر ما إحنا كذا لطي سحارة وحيد هذين هذي سحارة بين هذا الله سوق هذا ضبل قبل سيول الله الشدوي دنبس نقطي باب هذا دنبس كذي الله ورسوله ما وراه هاي هذي الله ردا ميو حار سيد سحارة دي مرة دم هاي يا ورد من كراد إلى أنه زخر هدي الله في المدك واس بدلي وحيدا ولا دولو جب جب يسنكره شيء وهذا استحالة كل عضو فرق بين الاستحالة والاستهلاك بين هذه استهلاك يا استحالة وضع مصطلح الفقه مركز كتب الفقه مرة يسنك لا فاهمة استهلاك هو إن شيء وشيء كبر لجوز يد حد دايو أو كل حلمه دي العانو ماشي يا الله يان كذي يروي لبقسي كاذي ماشي إنه يكجر تو والأركيسة والأوجيا وهذه التلسكوب لقوا في ريو والهيلية أما الله بارون ما تدي كاذي ولا قد حلي أنا صرت تدي إنت مسك ماشي وكجرة لكن استحالكم مدعين كاذي ما حكوا دعي استهلاك ولا هفيي وحكى بدن بالجوس يداي دبع ديجا وحكوا دعي عانو عاني بعدين كذي بقريي إذا مركا محل إلى استهلاك شيء هو محل على نقض مركا أيضا لأنه ما دد ويتشوك تاي ولا قصد عليه ولا قصدي ولا قري ولا هفي وما نشوف ولا قبط لكن ما كان الله فيري ولا غفير وحياة الله لقوا أركو إن لو وحي سنة لكن لقوا أركو ولا أركيا كان محله يقنا استهلاك أما الاستحالة وإن شيء ما دك الأسبد لبا شيء كلو نقرية هو يدا يا أبها بيسكو تجي دعاني أكون با إله يسكو وحكب بيري نين نول بابا كسب بحاي من إذا ما يسكو بدش
من ماء مهين محسوب بدلي وذات قيسة وهوين استحالوين ما استحالوا حبدي المسجد أيد الصحراء نحتها لو حسوب بدل شيء ديلي يقول لي يصور أنت عليك وحيد هي مركة بيها لا روكروك هي ورشدين هي كدبنا لود يلف انت لك لصار الدب صحراء ذن اللو قد بيها نظيفة ومن باب الاستحالة لا من باب الاستهلاك مين يسفان هل كاسي الله مارين محنوسو سعودي شيخ بكر أبو زيد بديدة مسألة ذا وحويري دليل حديث كان أبو دليلة بيها للروكروكي الصحراء ذي غوسك لقى صور الحصاري ولو قد سوى البطول نظيف سان نجاس وهي وانا حان الله ماني محايا لي حديث الجلال وكل دقي حور النيف كان قيل أما الله ذا أما أريق السحر وعنا على وش سوى كشي وروكروكي وحوايس بدلي لف يلد يعانو يدعان يديك بو نقضي يدد كيسي بو نبي قد ديدن ياهي اسبدل كستو كردعا نبي قد هل بولي نريح على مرة شوليه هبر حديثك سوى البوء في الترارايزان كادي وكادي بلا عنا وبلا عبد الشيخ التاقين يا مركز زو حديث كانوا كردعا فقه قا سيدين ليا يدك عيد انت الله انت انا كاكتب واحد لو فورورة تاسر يا ومد ولا فورورة تادا هل كاس كتب مزازا انا قد يسانا قبصاني بابنا هي عين البصاق واحد دلنا يقوض وحول حارك إني بلعب بيسان بولي وذاتك ساسو إذن ليه بابنا هي عين البصاق وحول باب يهرب دل أسكر هي عين البصاق عن روف تأفك لقى تفتو بصاقة يبزاق ووح أفك لقى تفو نخاعدو ينخامدونا وحاكذا اللاب تكسو قوضا يشفك مخاتكونا ووح سنك كي ما دو ديف يسين أينو ليجرينو ويكليه بابنا هي عيل بصاقي عن رفتو فشد الاسكر ربيب بابي هاي في المسجد مساعد كين لقو عن رفتوفته يو الأمر فريد الله يسفر بإزالة عن رفتاسين لقى الزوليو منهم من المسجد إذا وجد فيه مرق لقو نحركه يو الأمر فريد الله يسأمري بتنزيه المسجد مساعد كين لقى النظيفيو لقى التكورو لقى إلاليو عين الأقدار وحي أسقق يقرم بقى مساجد وين النظيف نقضان أو طاهر نقضان عرفان بلدوني أنس رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق عن رفت اللغطفة في المسجد مسجد قده سخطيئة ودن بي يقف إله اللغفة وكفارتها ضافد يدو يوحى الغد مدافينا دفنا إن الحباش أضقر سوي دفنها أي إزالتها إن ماشى الله قاده إن أضمك ترتقض ماشى قاده هدو مسايدك ويهي نيسي يتموحي عري عادي ويها ويها مركا إن الحبالة والغباب يعني نوي بنانتهي متفق عليه والمراد بدفنها عن رفت إن لا حبالو حلقوا وحاو إذا كان المسجد ترابا وهدو مسجد كعيدي هاي يعرو أو رملة من بعاد أوي هاي يو نحو النيس يوحي لها المال فيواريها وأسطرها يا عن رفت بكقرنها يا تحت ترابه مساد كعيد عرديس بهوسو قلنا يا كباب بياني سيد المسلمين تايسا قل لبن قال أبو المحسن الروياني وحوي إلى سوى أئمة الشافعية إن كان بذوي عبد الواحد بالله يغمق عيس من أصحابنا كبد أصحاب الشافعية في كتابه البحر بحر المذهب حديث عن البحر ولا حرج كتاب يده هجري الشافعية وحكي لي وقيل وحال لي المراد بدفنها حبالي دو حال قوضا إخراجها عن وفت إن لقب حشوه من المسجد مساد كاللقب حيوه أما إذا كان المسجد مبلطا لكن هدوم مساعد كو سبريسن يعني بلاد كو واسبرك مطيل إن لديكو أمال سبريو أي اللوجه ده أما إذا كان المسجد مساعد كو هدو يهي مبلطا مدل السبريي أو بلاد لصاري بل كان أبتقانا مطيلك مطيل دي صمالي معي ترادة مطيل صف صمالي ما هي شيء يا مرمرة مرمرة وامد نوع قولنا الله سمع شعب رجيت وصبر ما مر على رسمه خير او مجسسا امل الشميتي تجسيس كو شميتده فدلكها او كترتر عليه بمداسه اكتي سي لوكتي مداس كو لوكتي ادنك كبت او بغير اما غانتي سبا كما يفعله كثير من الجهال سدي شيء يسميه ضد قون درن فليس ذلك بدفن استرد ما ابو شخص يعني علماء قال خد بيدي بوله
بل زيادة وكرين لسيكر ليه في الخطيئة الدبك بسيكر مساعدك نور ضيسا أما سبلسا أما مرمر ساري أما متل ساري عنوفة قطفت مركز ساسي يتري أما لقطة سيمرس ونسي أفيس عنوفة هل ميل تالي بابا نونس قرسيس ميلا بابا قرسيس وحاطر تيس كده ومدي بات في أفيسي وتكثير بدين وإلى القدر قشن كي يؤسك الله بديه في المسجد اللغو بديه وعلى من فعل ذلك سيدا الروحي لو حاصرا أن يمسحه إنه ترتره بعد ذلك أنت كتب بثوب مريض أو كترتره أو بيده مقعنديس أو غيره وحكله أو يغسله أما إنه ميلا واجب هو وحلقه الله وحوي عن رفطة سليه وإن له حباله وأمركم مسكوا ياي عيد يعري النحي تمس هدوك كل أي تالله أما هو متللي ياله أما هو سبلسين ياي عن رفلكم ما تفكروا شاب كذا كتفه كعنت هذا كتفه تيشاد هل بنانك ولا بح مرأي كرين راتو في سليتي فنادى الهوزة تيشاد كلا قابنتا سيبت كتفه أدي كتالة مساعد كان جامت أنا جاوس كجيني وهو شعيده وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وحوار كي في جدار القبلة قبلة الدربي هذه قبلة مساعدك الدربي وحوار كي مخاطا بوكوار كي مخاطا حتى إذا صور مخاط ووحي سنك كيمات أما الصين لها أما الديف لها ووحي سنك كيمات دا مخاط كالي دا أو بزاغا أما عنروف بوكوار كي أو نخامة أما حاكو كوار كي عنروف يحاكوي كالي نخامة ووحي كيمات اللاب تكسوقا بزاقنا ووحي أفكا كيما داون إن مال فوكسي قرس السنة نبقى حكو أركي قبل ذا دربي حكو أركي عنوف القطفي أما ديف كويا الله يسين كويا الله أما حكو أركي حاكا كتا الله فحكا ونبقى كحقيو كعنتي سبكو حق ترتري كسولي نبقى النديفي بيان مريي وحد قونا كوبو فيه متفقون عليه مريي هذا كل كبر باتم انت يو كانت مارس كاسو نبي قد دعيه مركم سعيد هو ان لا اله مساد نظيفه وعرفيه وام سعيد اللي قد النظافه الضوض متفق عليه انت محلو ديديه وحي ايش مسلم قد دبستان لما اقول مساجد وحسن كود دبا لما اقول وحفوح لما اقول مساجد كود نظيف نقدا لا دوني قليه ان سوكس كود اد اورو مساجد الى عليه لوها سو نظيفيه تجا مش لويس ترتيرا لوكتها نظيف اون روغ اورين المسلمين تكادم ان ديبين سوغل مشكله كتاغن مش ايدا وحو البو مساد كان نظافه دري اور كينيا كا الىاليا بيود الهي ان لا اورونين ني ولبا اسكا اسكا ورقبه ني ولبا لوكتيس اني شيرتي اني سن شيرو اوغيا وحا دد كلا كلا خشونو يس بيت كين هلا سؤاد منك يا سوق هوشا ان حل حل اهل كرن غريزا كنت كدو جماعه واجبكم اه افكلوا كيني ومد باب اني يا ما ادري تذكروا حل بد عبا القصه كذا هاي وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد مساجدا ايضا جمع مسجد ماشي لو سجوده اله لو عابده لا تصلح او مصوبه لو ما اغلوي لشيء وحون او من هذا البول كايدن وداتكي كاجيد قرنيسان الصحابه اي لا دغالم جيرين ولا القدر اسكغ يورن لو ما اغلو كاين لو ما اغلو قشن لو ما اغلو وحن اسكي نجاس وانا لو ما اغلو وح اسقو طاهر حقنا لكن اوريا اما خربنا ما اسكغ لو ما اغلو إنما هي وحلو ديسه مساجدناي لذكر الله تعالى إله ان لغو خصو دينك لغو برتو إله لغو وينيو وقراءة القرآن كتاب إله لغو اخري اما لغو برتو أو كما قال رسول الله إذا محل شاهد وما حي ولا القدر حاكي عن روفي أسققي وحورة هيئي لما أقوله باب كراءة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه سوكم أدري كار وين يرون قدر أيها يدك أسرع أسرع صدي كراءة الخصومة إن لقى هذا كدوي ده لقى ده في المسجد مسجد إن لقى ده أو لقى مرمى لقى حاجة قاتو إن الله قال لي يورفع الصوت فيه إن عودك كور لقى قاد حاجة قرئ حاجة لطيفا أو هو سيسة
هذا يتعي دم له وحلق الله يو حاجية جر صوب حيث ضوء قيادة ومسات كل بيو يو نشد الضالة بعد اللي هو هيباري أما اللي هو بافي أما اللي هو يهدي أنا اللي قلني والبيع والشراء بيع يشراء اللي هو قال أنا اللي قلني والإجارة وحلو كلا كريستو مالها الله تجي حفزين يو نحو وحي لم يذا بيع يشراء كله ومع المعاملات معاملات كده رحمرتنا اللي هو قلني يعني هؤلاء الدنيا مسات كإلى اليوم وكيني كره إن مسألك الله قرصدا أما إلهي سبحانه وتعالى حرق يسير لقويه أما حرمات مسألك ما لقى قدره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ننك مغنن أما أحد ينشد يا هذيني بافيني ضالة بادي في المسجد مسجد كو يا هذيني ضالة ضوالد وحللها حولها حولها بني آدم كو نقدان رمال ليد هذا بني آدم كو ضوف كذا لقطية لقيت بالي هذا لقيت بالي ضال الله ما يجده ويكل الدوني صدرت تلك المسلمين تفقد عروت المسادك ولا غيها ذنكرة المنوع عين نعاس يا شيء مسادك بالروح مسلم كابن آدم كخير بدن يا كفضي بدن ساعة كحرم بدن كعبدة روح مسلم كفضي بدن بيت الله الحرام إيه مسادك كويا لون مسلمين تردو ماي ولا غيها ذنكرة لكن هل مليون حوله كافك اللي جمع يا ذنكرة فليقول هاي ده هذا وان مقشنين لياركي باصبور بايقف كذا وحيقف كذا انت اسم مليان يا كره واقي يا بادي شيخ بادي اسلام شيخ بادي الله سودوية فليقول هبار هؤلاء جوكسدو فليقول هيدا لا ردها الله عليك الهي بادك ومسو علي الله ويا دنهيلين رواكاع فان المساجد مساجد لم تمن الله مدرس لهذا سيدا الله مدرس يعني النبي حكل فقين يا حرمة المساجد يو الى الدنيا وكاديو لما اوغلو حديثك علماء وحي كقاتين وحنفية مساكين تتوقصنا كما دح يستاقي كرام ساجد نينك وحسينا وفاسق بيداد مساكين تتوقصنا وين بنانا هاكي استاقا أفافك هوري يمكن بسالك لك بحو لكن برتنك سيدا كي استاقا وحي لمدي هنية هذي بادي كفكاتي محايا نينك مسكين كم حاكم بقان بادي باكم بقان بادي وابادي بيده قل يا مسألة كده حجوك سنة مغا الله إلاك عهايا ننكي وحسية معصية أوك هالميايده وتعاون على الإثب والعدوان مسكين كنا وافاسق وذاتك وحسية شايف وحسك سوى بعينة أبو محمد أو حسان وافاسق بيده حانا فيها الكاسي تاقنتا يا هو الخطر ويجاء أبو محمد وحباك مجرى مدي كرتي اسئلالي فإن واستنباد حب بضنوي مساكين تمك مساجد كي استاغان لما تكنكرو كي سات كجر وسواس هيا كي وردي وتي اذكارتي ما اخري كرو مسلمين تاي ديبيان بنان كا كورا وبخين كنا ورقه مساكين تو نحريست لكن مساجد قوي زم ممنوع حنفي ان تاجر سنه ساكل عاول لغب الله يا شيخي يا سوق دواق هيا كاسو خير بنفر هيا كاسو خير بنفر هيا كاسو خير بنفر هيا ما ادري شو محمود كواز ويروي يحل كلا قال الدورة رواه مسلم وعنه عن ورد رضي الله تعالى عنه بحثك حنفية كأخرية كتاب كله يغنى المحيط البرهاني في الفقه النعماني باب المساجد كأخرية بحث دروي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت مضارة مسلمين من يبيع نوح إيبنية أو يبتع مصوق قدانية في المسجد أو يبتع أو يشتري وياه معناه في المسجد مسجد قديه سفقول وحكوت رذان لا أربح الله تجارتك بدأ عدد إله ما فائده الله ويادن كرب حين الله ويادن كفى إذن كو خسار إله إذن كوي بايدن محالي الله ويادن الرواي يلي بحكاد البالي وهلس وهؤلاء الدنيا يكلا إلى لي وإلهي بيوت ديسة الرماء آخر عباده حير الله الله تلقى لي شقل كين كلا وهؤلاء الدنيا سوق الله هذا يدك مدى إن يحبسهم وإذا رأيت مدرتان من ينشد ضالة باهي باهي يهدين أيانا فقولوا لا رد الله عليك إلهي كمسو علي كلها لا رد الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا هو مع مسلم كم الله باري مسلم قال سقى إذا بدر بصر حنبو لا يمت
والله عقابيا التعزير بالعقوبة المالية وذاتها قبائل دليشة حديثك حنابلة مالكية حنفي ويد دليشة حي إلي والناس قعب حولها إليه وكارد مئي إن كارد قيب كمية واسك متبده مركا هذه أدخل دنطو والغو عقابي كرا. وعن بريد بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن رجلا بان نشد يهديي أما بافية أما هيباريي في المسجد فقال مساعد قديهيس يكي استاقل من دعا إلى الجمل الأحمر رتيق عصايا شاقي بوري رتيق عصبا كفا كذي أما قدودا حضو تقنب عصينك واحد قدودا باليدا واحد عدنا عدين باليدا ديل قل يا ساوك لقادة لكن أبو عسين يعدين سكمت بينه أهنجري من دعا إلى الجمل الأحمر رتيق قدودا يا شاقي بوري رتيق عصايا شاقي فقال رسول الله وحوري لا وجدت نبقى في الليبة الله يا ذن هلي إله إذن كيوا من كارتين وهلي ما من اللطة مايا نعم حد بقى وارميه لأي كارتين إنما بنيت المساجد مساجد وحالورد السي لما بنيت له وحالورد السي وآها إله إن لغو حسو كتاب كسا لغو أخريو دين كاللغو برتو لغو تكادو لكن هؤلاء كلاو الدنيا ممنوع بيك ممنوع بيك أي مساجد وعن عمنو شعيب رواه مسلم عفوا وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى مضى حكر بن أبو عن الشراء وحصو قد الشذا والبيع وحئي بنته في المسجد وحلوئي بيام لو قدو وأن تنشد إلا ياهديه فيه في المسجد ضالة النبي هو أمضى وكرب أو ينشد أما لو قتريه فيه في المسجد الشعر قبي يما سلو قتري إن لو قبضيه شكل لقدكته أي النبي قديدي مرمر لكن آم بطنين إن نبيك واحد لقود دفاعي أما الدين كان لقود دفاعي أما المسلمين لقود قبابين قبي حق مضلي وقباب لي وعقل علين أو حق وقيمة بطن الدين تقوم واحترية مرمر إن قاع لغسي حليها عيدوه كليه حليها حالة تاقن تايها لكن الماشى لقد اتفروا قدر وقبياغو اسكوكو بحان هاوش المسلمين بدا داوع باقياري سيدنا عمر وكي خلاف ديس أبو هريرة حسن ثابت وقبل الترم زاد قديه سبو قيمة شو شو روش عيادة حوري قال له أحد كأخير بدنه وشوجة أيام قبل وكتير نجرب مسادك عمر وفيري وسكع أمس ما ندين أبو عمر نو والبو كوار كان مسجد كأنه قبل ترى إنه أديه ذكرس إلى وكده مودي ذكره مالك أنا حسن وكأمس أهل العلم غوي في ريا مسألة وارنتوت وعيده من فقه عمر وحاكم بذا ومحبتي للرسول الله وتعظيمه له حيا وميتا ودين وجواب حسان بن ثابت حسان وخلد ما يفقه يسوق أركا حسان باش وسوع العليم لا بقور بيا هذي دور صدق حق قرنت النبي إنه لو حسان قبي كتري باش أبو بديه حسان إنه وسوع لقلي أنصار هذا قال الكيم طن يرى وعرضت أنصار هذا يمهاجين هو شرب أنا هني بس كتش على هذا حسان ما كان أركان بقى إنه حقوق قطع كسي وحوا أركان مركز سيدنا عمر إنه يكبح هذه حالته حالة النبي هو قلاي أو شعراء إنه يكبح هذا صدرت قام وحقوق تنو أديد ونا قلاع جنوك وكواركو لكن مالك حسان رئيس قبتين أويل وحان قبل كنت رجل المسجد كاني أسوق ونح تاجي ونح شوق أحد كآخر بدن والرسول كلايا إنه أجو حوك عبس الرسول كم مرة هذول شيء من تعظيمه وتوقيره وحكم ذا لا تقدم بين يدي الله ورسوله كأمس شبك أم الجواب ثم صدر إسكا قلت لي حسان مكو قال إنه عمره وشو قال وشو شيء يسقونه إنه نبي قال كل الدي هذا الكنواة الدي ذي قلة الفقه حسان كل عليه مثابتنا وقون صدي لا بد مسلو جمعي مسألتكم حرمتي سئل عليه يا النبي هو سهل كل علينين لكن قاس يسحب له هنجرين مرك إذا كنت أتكلم قشان نبي محمد أو شو قال قبل وقت رنجري لسه ده حستاجة هو والله مسألة كل ضحية ماذا سيد قولي إصلاح وحي سمين جريد سيدنا عمر وش يسمى مرك أبا هنيسان وحكى له أبا هنيسان مشهور دردي سيدنا عمر روى داود الترمذي وقال حديث حسن قبل حسن وحوا قبل جهادي والدين كله قد دفاع التحريض وحرض المؤمن وامر كايدا وحرض المؤمن على القتال او كلوها مر بضنين لكن الباشا شغل كدغتان
كبرى مرتان مساجد اسكيلالية. عن السائب بن يزيد الصحابي رضي صائب بن يزيد تابعي أجر تيبوك احترازية قال وحول كنت في المسجد مساجد كان دحف ديب المال مال ما كان بذا فحصبني رجل نمبا إلى حيي قرح حاني يتمح نسب قصو صيره تسوي عن تبيبه سايقو سيدي فنظرت وان في ريبول وان ايغي حسباده وقرح علي يتمح نسك فعلك كي من يلا وقص ما يبقى فحصبني رجل فنظرت وان ايغي بولي فننكي قرح قصو صيره اما يسوها القاذبا في رشي فإذا عمر الخطاب وهي مسالك نبي محمد الرحفرية مركا صائب فقال وحولي عمر اذهب أردو فأتيني بهذين لبان إنه وحول أركي آت أشاك إيسان يهضر قد ديريو تناغوني ما يتوحنا دو ما شكو هيسان لبان إنه يقول بر عمر فأتيني بها لبان إنه يقول فجئت بهما وحال ورسوكع أمير كايدن ربه فقال عمر وحولي من أين أنتما وفي رزفقك حقيقة كتمادين بور لمن كان إنا يهين سعطو وكويتا يهين وريم مدينة أيسان أهين وملك لكي ما دين وأركي قاب يقولك ما يم مكفاه فقال وحيا من أهل الطائف بانه طائف بانه كنبي فقال وحول سيدنا لو كنتما من أهل البلد أي من أهل المدينة هذا ريم مدينة نقم من نقول الله يدين ودك ريم مدينة نقول الله يدين لأوجعتكما وإذا حنوشن لها بول ضربا بكوردي لقيت بنت شري دتك بصر كحن بايدا قام الله يدين ما أنت محانا يا أميرو حاد يا دين مدحوينو ترفعان أصواتكما عذك إنما ذكره وقال إنسان في مسجد رسول الله رسولك إلهي مساعد كيسي هدو النبي قلنا لي هاي يهدو موتين يهاي با روح مك لا أكتشوه وإن لا إلاليو لإذا بسدو لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت أصواتكم فوق صوت النبي عموم كذا وحكو جري حي ومي الله ما كلا قادم ayada soo dhalishay niman baad ka qoray sidii uu ku garacayo ibirka ga dhigay Iraq reer Kufa markaa wax lama ogolo baab dhan buu guntay ninkii loodan jiray Umar ibn Shabban Numayri kitabkiisa akhbarul madina rawahu al bukhari wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam